ماذا وراء إعلان سحب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ترشحه لمنصب الرئاسة؟ ولماذا أجلت الانتخابات؟ كيف سيبدو المشهد الجزائري بعد هذه الإجراءات؟ وإلى أي مدى سيصل المحتجون في مطالبهم السياسية؟ هل تؤدي هذه التطورات إلى توحيد المعارضة السياسية؟ أم أن المعارضة باتت خارج الحسابات؟ هذه الأسئلة تأتيكم في برنامج حديث العرب بعنوان ماذا بعد تراجع بوتفليقة عن سباق الرئاسة؟